الحمد لله على اتمام المنة، والحمد لله على الكتاب والسنة. الحمد لله مولى الجميل، واهب العطاء الجسيل، أجود من أعطى وأصدق من أوفى. الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن، الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن على الأمم أجمعين، وآتانا به ما لم يؤت أحدا من العالمين، أنزله هداية عالمية دائمة، وجعله لشرائع السماوية خاتمة، ثم جعل له من نفسه حجة على الدحر قائمة. لك الحمد والنعم لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعطى منك مجدا وأمجد، مليك على العرش السماء مهيمن، بعزته تعنو الوجود وتسجد. ثم الصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن، ووصيته القرآن، وميراثه القرآن، جعل خيريته في من تعلم وعلم القرآن. نبينا محمد صلى الله على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الحفل الكريم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. همان لم نرجوه يو كان ركانتي هرمان كوتي متكوف نم كونتي وهو قرآن يمني يزمه سبحانه وتعالى mkotikao ni malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walizingi zabanu watungoli mbele yake wa usoni wa Mwenyezi Mungu rongo Mwenyezi Mungu ho juhaba na Mwenyezi Mungu alifutie madhabi hapo insha Allah. Bila shaka Waislamu mkotama dawunu huko tuadisiwa toti aya za Qur'an ndio malaikao ndanjo pare mwana hatu Ammar Yusuf يا جيال كلهم قد سواتهم هما قرية قرآن فليتفضل المشكور المأجور. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بعد الشديدة القرآنية وإيمانها بها بسمية وبا يزمنا في الجيلية يحفظ القرآن يزيدها إن شاء الله. إما كتيانو أفضلنا كلمة الوعظ فأثيمنا أبو أحمد فلا تفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الحفل الكريم، اهل الجنة في الجنة، نعلم علم يقينا ان جلوسنا فوق سبع سماوات ونحن على مشهد خير المشهد، لأن نشهد أهل الله وخصوته وهم أهل القرآن. قال الله تعالى خيركم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظين. القرآن يحفظ صاحبه، القرآن يحفظ صاحبه وهو من بررة الكرام. أيها الحفل الكريم، قد مشينا مشيا إلى خير وهي جلوس من أهل القرآن لكي نتمتع فيها وكي نستفيد فيها على أهل الله وخاصته وهم حفاظ القرآن الكريم. كويس وتكوف لكيا وانو وانو ميزمو خاصة وميزمو وانو شهيانا القرآن نميزمو سبحانه وتعالى هموكايا إلي أسس القرآن إلي من يحفظه إلي من يحفظ القرآن يا من يحفظها. نبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يحفظ القرآن iwakairi harimani liyahifadhi alquran yarudi yaisomesa wange kwezi watukufu mjo hatuganu lukaya rikabuja litukuze watukuziwa litukuhe rikabuja litukuze riwone watukuziwa baturitukuhe ezenga onyitukufika orezikuwa wange ngalishia e barnama jikatuka wali haku. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. بعد رشيدية كلمة الوعظ بطلونها كلمة المناسبة فزمنا الأستاذ جاه أحمد فليتفضل مشروع الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونحمده تعالى ونتوب إليه. كوزي مفندوان كاو مجر محفلين مدانية الدكتور سيد أحمد الشيخ وهانكو وزوهانكو مبعيشة بابا عم بيسمية نشونهانكو mafunzo tukufu kwa mwenye harmonia tengolino Sheikh Fakri Faqruddin Qamaruddin lanahu uwundu kwenye na ijaza Sheikh Woi Woi Sheikh haizo na mtoswani yanuti pia wanaama wanashe wangu mlugha normwe hafla yenu na bi salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na sina utukufu wasukalao yenu ahuja harimu mrawa kakoji kwa mjiwa moroni بجري تكوز مزيمة هرمون الزونة هاتو هرمون قرآني يمي يزم سبحانه وتعالى حفلي كاو رجو جوري فاني هرمون روى يمينيا وخير ملاني كاو غسل سناي غر سمو لسناي شارع بغر بير فاني يوم روى كمبوج فكهم ديوالو ديناني يسولي مسولي زاون حيزو ريرنغو تكوفونو بجري فاني حفليني هرمون راون شخيصو فاليو ودوانجي حريما يفامي أو
yasofwa ikao nyazi subhanahu wa ta'ala hivumbua ukaundwa ngom nyazi subhanahu wa ta'ala ahlullah wa khassatuhu armi dunya armi ardhin hukaya ngomwa mkao wabali ya qur'an ya nyazi subhanahu wa ta'ala qur'anikao nyazi nguharenge miadi ya ukamjo hifadhi harmoi ardhin nyazi subhanahu wa ta'ala harambia لمن الشفوة في رمية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بس إن رسيسي قرآنيين بس نرجون الوسوس اللي تفعض يبو هنمنا هفضي قرآني زنزيان جزو زنج شنزيين يكاو نرجو نمجوه ونالي هو إنو دنزيا يكاو متومي صلى الله عليه وسلم هاريوصية وأما وهذا فإن دي نمني قرآني جوب باكي حفظوه باكي إلى قيام الساعة حوكايا القرآن جبروش فضي وهل مزيد تزهوانا يبقى كم مزيد في بزهوانا شكيت توش أكويز خاصة الرسالة إنكم بشوي وأنا شوام نوان واتيتوا لغان كيت توش رجول المجاريني أمره فضي آيام بيلين رام يا زر الرز وكبر من بمن أهل القرآن لا 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 والله لا 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 في ذلك حوكايو نجوت وزي ما أنا كانون جا جتير يحفظ القرآن قبلهم رجع كان سياح فاضو كان رغون رار كم قتنا رغون رار كانوا كريم ويحفظ القرآن أو أهل القرآن يا ما أبي قبل يوم القرآن يوم رجع سمير رو كما أنزل نزول زم جوز ونا بن ليه بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا بيلي كم رجع سمير رو قبلهم رجع رومي القرآن يوم رومي إن ابن كاو دميز سبحانه وتعالى يتساها حرمي زتنا يكاري رومي شا gabu zilani zia tena ya utungeza gabu hifadhiwa isomaro irdiru milo hifadhiwa ikamuka ja hifadhi alquran yakatira bu ahli alquran ikamuka ja hifadhi kinakira bu ahli alquran haizu wana yasi wanji au wana shawatu wadungu nzia ika uti do mtume sallallahu alaihi wasallam ya ihansi ile alquran ibaki au gabu ndo hifadhi makara makara mbili makara raru wajewa ndo warareza ubeba balabahi ikamrabu msafu kwa mshida wasome ndo kweli haizu ndari parao wa wanashi watu waone kende nzia ya kweli inde nzia ya kweli yatongezea Qur'ani ya baki hata basa ya rasuli leo hata insha Allah ila qiyam saa ustaz bila tafadhali haizu leo garjo fani hafla ya utimizi Sheikh Yusuf yanjie harima ya sofwa ya huwa mkao warenge Qur'aninu ranzi emafundi warisoma ne mafundi wasome mafundi watu ne mafundi wasoma hata masahaba hata mtume sallallahu alayhi wasallam hata jibril hata rabbul izzati jalla jalalu iyo de maksud ranzi wanu leo ngarjo khatimisha au kaya shakhisu fasa khatimisha shale yo ngarjo ritimizi harumazi wa jumid zahamu shuhudie au kaya leo shakhisu asa hata zumharu mahab min qur'an au kaya kangena ijazainu ya huyo certificat international harmo dunia kamil beshe de msir na mtume da kanzi musomeso qur'ani ba jamru ba muzisa katina duram de kato ijaza ya mhiwono bi sanad al muttasil ila nabi sallam ya bunge na uhuria ya bakia somesi au kayo certificat international haizu rikau jari rimshuhudi zeni ya ukai hafla yenu dari timizio leo insha Allah shahisu fi armizin wajmis tizam رسمي سنة المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رمي كيوارها وجزاكم الله خيرا كارتوكا والد أو كايا يشكي مقصد يا ريوران يبدو ريطانيا الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة لا حجة علينا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا وارفع سيئاتنا واسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا وإلى الجنة هي دارنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. أمين. رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ولا في يومنا هذا ولا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. أمين. ولا هما إلا فرجته. أمين. ولا عيبا إلا سترته. أمين. ولا دينا إلا قضيته. أمين. ولا مريضا إلا شفيته. أمين. اللهم ولا عسيرا إلا يسرته. أمين. اللهم ولا امتحان إلا نجحته. أمين. اللهم ولا محتاجا إلا كفيته. أمين. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعلنتها على قضائها وسرتها يا ذا الجلال والإكرام. أمين. اللهم فضل شيخنا ومشايخ شيخنا. آمين. اللهم فضل شيخنا ومشايخ شيخنا. آمين. اللهم فضل شيخنا ومشايخ شيخنا. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. آمين. اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. آمين. اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والأساتذتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أم أبا سام جهيد أن اسمي سند كاو في دوام بوهنيكا حتى مفندوها هي حتى مفندوها صلى الله عليه وسلم حتى جبريل عليه السلام يجين منك إجازة بإذن الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه على سائر الحيوان بالعقل واللسان، واصطفاه بالعلم والبيان، ورفع شأنه بالقرآن، وهو كلام الله المنزل منه بدءا وإليه يعود، وهو صفة قائمة به تعالى قبل الزمان وبعد الزمان. فيقول العبد الفقير مهجاه أحمد لما كان أفضل الكتب كتاب الله المنزل على نبيه ومصطفاه، وكان من أهم العلوم علم تجويد القرآن، وكان الإسناد فيه من أمهات الدين، كان ممن جد واجتهد في تحصيل هذا العلم النفيس،
تلميذنا الفاضل الشيخ يوسف موسى، وفقه الله في الدنيا والآخرة، وسدد خطاه، وبلغه في الدارين رضاه. دكتور فيصل، تفضل. تفضل دكتور، تفضل هنا. فقد شمر على ساعد الجد والاجتهاد. تفضل دكتور، تفضل. فقد شمر على ساعد الجد والاجتهاد، فأجاد وساد وأكمد الحساد، حضر إلي وقرأ علي ختمة كاملة للقرآن العظيم الشأن للإمام حفص بن سليمان أبي عمرو ابن أبي داود الأسدي الكوفي الغضري البزاز المعروف بحفيص، عن الإمام عاصم بن بهدلة أبي النجود أبو بكر الأسدي من طريق الشاطبية للإمام القاسم بن ثره ابن خلف الشاطبي، وصار ماهرا بالقرآن على غاية من الضبط والإتقان والتدقيق. ولما طلب مني الإجازة أجزته بذلك، وأشهدت عليه من أثق بعلمه وضبطه وعدالته، وشهد أنه أهل لذلك إجازة صحيحة بشرطها المعتبر عند علماء الأثر، وأذنت له أن يقرأ القرآن ويقرئه في أي مكان حل وفي أي قطر نزل، وفقه الله للخير وكان معه بالعون والعناية. وأخبرته أني قرأت القرآن من الفاتحة إلى الناس على شيخي الشيخ يونس بن خليفة آل عبد الصمد الجزائري، وقد أخبرني أنه قرأ على شيخه أبو الحسن فريد بن الربيع الأعوشي الجزائري ثم المصري، وهو أخبره أنه قرأ على الشيخ زكريا عبد العاطي، وهو أخبره أنه قرأ على فضيلة الشيخ عبد الله الجوهري رحمه الله، وقد أخبره أنه قرأ على فضيلة الشيخ عامر بن سيد ابن عثمان، وهو أخبره أنه قرأ على الشيخ همام بن قطب ابن عبد الهادي، وكلاهما قرأ القرآن العظيم على سبيع ابن عبد الرحمن، وهو أخبره أنه قرأ على الشيخ حسن بديل، وهو أخبره أنه قرأ على فضيلة الشيخ محمد المتولي الأزهري، وكلاهما قرأ على فضيلة الشيخ السيد أحمد الدري، وهو قرأ على فضيلة الشيخ أحمد سلمونه رحمه الله عن قراءته على شيخه السيد إبراهيم العبيدي، على قراءته على الشيخ عبد الرحمن الأجهوري المالكي، وهو على شيخه علي البدري، والعمدة الفاضل الشيخ محمد المنير. فأما الشيخ عبد الرحمن فقد قرأ على محقق العصر الشيخ عبده السباعي، والشيخ أحمد البقري، والشيخ أحمد الإسقاطي، ويوسف أفندي، وكذلك الشيخ محمد الأزبكاوي، وكذلك على الشيخ محفوظ، وكذلك على الشيخ عبد الله الشيماضي المغربي. وأما السيد علي البدري فقد قرأ على الشيخ أحمد الإسقاطي، وكذلك يوسف أفندي، وكذلك الشيخ محمد الأزبكاوي، وكذلك على الشيخ محفوظ، وكذلك على الشيخ عبد الله المغربي. وأما الشيخ السجاعي فقد قرأ على محقق العصر أبي السماح الشيخ أحمد البقري، وأما الشيخ أحمد الإسقاطي فقد قرأ على أبي النور الدمياطي، على كل من أحمد البنا والشيخ أحمد سلطان المزاحي، وقرأ الشيخ أحمد سلطان على سيف الدين البصير. وأما يوسف أفندي فقد قرأ على مولانا الشيخ أحمد منصور، وقرأ المنصورية على الشيخ سلطان وعلى الشيخ الشبرملسي، وقرأ الشيخ أحمد البقري على الشيخ محمد بن قاسم البقري، على الشيخ عبد الرحمن اليمني، على والده الشيخ شحاذة اليمني، وعلى الشيخ أحمد بن الحقي، وعلى الشيخ أحمد بن الحقي السنباطي، وقرأ الشيخ علي الشبرملسي على الشيخ عبد الرحمن اليمني، وقرأ سيف الدين البصير على السنباطي، وقرأ الشيخ محمد الأزبكاوي على الشيخ محمد البقري، وقرأ الشيخ محفوظ على الشيخ الرملي، وقرأ الرملي على الشيخ محمد البقري، وقرأ الشيخ الشيماضي على رجال كثيرين منهم الشيخ عبد الخالق السنباطي الشيماضي، وقرأ الشيخ شحاذة أيضا على الناصر ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي، وقرأ السنباطي والطبلاوي على شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، على شيخه رضوان العقبي، على الشيخ محمد النويري،
والشيخ محمد القلقيلي عن شيخهما محمد ابن الجزري محرر الفن عن شيخه إمام الجامع الأزهر الشريف أحمد صهر الشاطبي عن الشيخ أبي الحسن علي بن الشجاع ابن سالم الهاشمي العباسي صهر الشاطبي عن الشيخ أبي الحسن علي بن هذيب عن الحافظ أبي عمرو الداني قال الداني أما رواية حفص فحدثنا بها أبو الحسن طاهر بن غلبون قال أنبأنا بها أبو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي الضريري بالبصرة فقال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال قرأت على ابن محمد عبيد بن الصباح وقال قرأت على حفص وقال قرأت على عاصم على شيخنا أبي الحسن وقال قرأ بها على الهاشمي وقال قرأت على الأشناني عن عبيد بن حفص ابن أبي بكر عاصم بن النجود وقرأ على أبي عبد الرحمن عبد الله ابن حبيب السلمي وأبي مريم زر بن حبيش الأسدي وأبي عمرو سعد بن إلياس الشيباني وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقرأ كل من أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش على ذي النورين عثمان بن عفان وأبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي أيضا على سيد القراء أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وقرأ كل من عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كلهم أجمعين قرأوا على من؟ قرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة عز وجل فهذا هو الإسناد الذي أدي إلينا هذه الرواية برواية وتلاوة وأوصي أخي المجازي بتقوى الله تعالى في السر والعلن وألا ينساني من صالح دعواته في خلواته وجلواته وأجزته أن يقرأ قراءة ورواية يسر الله له أمره وسهل والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم أرجو أنهم لكي يتكلموا بأسا شيخ يوسف موسى وجوجو حين بنا جوكايا يسمس القران فرسنا بعطا جوكايا ينقل منا وكايا دكتور بروفيسور وين تدوار شيخ فوقل طبيب شاهد كان الشيخ فوقل تفضل شيخ انت لا قصير ما مسير ما كموش هلا نكاء وغادي نهاوز السنتير جو هكي الشيخ يوسف حين بنا جو كايم دون جو اسمس القران باتسنا باتا ابو يتو كايو ريساري نغو كاميريف انام نكاودي جسنسير انا نوتيلو امكاتيان دكتور فيصل اودونا استاذي جا فاتيمانا فندي يوسف الشيخ يوسف امكاتيان هو نتقبل بشيء و احمد اسماعيل بس سمعت من الكرسي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذي تجوجي تكوفو لما يسلام لا ودوليا هم مناسبة تكوفو مالاو مناسبة يكاو غاربو إشاو سنة من قولي ما زي سناني زهوا لتليا نادي سنة يورينغا يقرآني حرما زنديمة زهوينيو هما ديلي رجواب يزمك سبحانه وتعالى هما يزيشش وشهاري نادي قرآني وكايشو ديشيو واشوتي ikao shirengwa harumaze ndimeza wana adamu hata shijere kushiwasu iyo majiza ikao ketsi na shiwasha saka shaten ezio za telezo ntipia rekade Taurat rekade Injil Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawakilisha wemizo ukailadhimu wao wafanyehe nizofanya hata wahafadhi hizo hizo. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima stuhfidhu min kitabillah bima stuhfidhu min kitabillah. Yabo at-taurat yazim subhanahu wa ta'ala hani kama yahudika namhafadhish wa shahani نمفنيه ني ترتيبو يونسيبيا محافظش يوشهان وكذلك الانجيل ريما يهودي ريما نصارى كاباتسي يتكنيزا يضاما نميز سبحانه وتعالى يواريها ايش يوشهاف نميز سبحانه وتعالى او يا قراني نميز واي 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 ديارين يضاما نواي كانو تحفظي ايش يوشين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سيسي دراسيسي قرآنيين هارولين غارجوه يحفظوا يقول من يزمه سبحانه وتعالى حتى ياريشا زينامنا زون سيبيا إلي قرآنيين يحفظيه من قولي ما زينامنا من يزمه سبحانه وتعالى أو زي سباب من يزمه يزيطاريشا إلي حفظ قرآنيين لوكايا hahansi wanu au hatungua wanu ikaungua bali yao ye yeshi yoshi wafanya hena jitahidiyo nsipia ili wahafadhiye Qur'aninu hata ihafadhiwa hena mlaiko usoma heze hula heze mududi zahazo heze harakati zahazo heli ukai sisiri somawe Qur'ana baha ngasina yakini yakini yakaya heli risomao inde hali mtume alayhi salatu wasalam yakahwiso inde hali jibril yaka yakahwiso hela mna yani waswini mwishi yafundo watu mihijaibana bu yakaunike mna shona hai ijaza hasomo silsila sana wabukia watimizi mengomerana watalu hawa karumai esanadina izuzu parahini as-salasin au as-sanad ikawe qur'ani kawri wasi harumashiyo paro at-tayyibati an-nashr la imam ibn jazari hakawfungwa eze sanad ikawo ya qur'ani kawri wasili hambazi wasili sanali za timizi sanali shuru namone ukaya inunzi yanzi mabahi inunzi ya ile tarika shatubia inunzi inunzi ya zima rangu Sheikh Mihjai hata rwasulibo gunfu mejuu. Al-imam Ibn al-Jazari harumei nashr hamba ukaya ze sana likao ya Qur'ani heze kiraat zahazu zonti pia zirengwa ziwasu nibanu kwa ina zuhaa alfi tariqin tariqinga zoni zuwa rwashila wa zanziha
إذن من إكاو نيسم سبحانه وتعالى إلي أتولي مناشيها فضولة نو ولنين نو الوالوازي نو أومي نو أشي هاي الأمر وجوانزا ياتي من قول مزي أحاديث زواري دي هرموه سيها يا قرآن سبعة أعرف